المعايير الصدق لا يمتلكها سوى رئيس الجمهورية، هو اللي عنده المعيار اللي حدد به هل أنه شخص صادق متورط وإلا خائن. المعايير هو وحده يعرفهم. نتصور أنه ليستات ربما ولا أسماء تقدم لرئيس الجمهورية، يقرر هو شكون الصادق وشكون الفاسد وشكون الخائن. خطر هذا هو التقسيم اللي عمله رئيس الجمهورية. أنا ما نحبش نكون مكان راضية الجريبي وإلا زهير المغزاوي اللي هما مساندين رئيس الجمهورية مساندة مطلقة وغير مشروطة. خطر رئيس الجمهورية وقت اللي يقول ما نحكيش مع من تورط، معناها جزء كبير ولا أكبر جزء من الطبقة السياسية يا حكمت في العهد السابق قبل 14 جانفي يا حكمت بعد 14 جانفي. ش قعدت فيها؟ ما قعدت فيها حتى شيء. قعدت فيها اللي اليوم يساند رئيس الجمهورية مساندة غير مشروطة. هو يحكي على مسار 25 جويلة، لكن رئيس الجمهورية غائب عنه أنه تقريبا الشعب التونسي الكل تقريبا ساندوا في 25 جويلة، لكن فما 25 جويلة فما 22 سبتمبر اللي غير كل شيء. الرئيس ماضي قدما، قولوا شو تحبوا، احكيوا وش تحبوا، عنده مشروع نجم ونتهز ونتحط ونقولوا راهو. يعني انت قلت برهان، قلت ما انتهبتوا غباء الطبقه السياسيه. يا اخي سامحني، راهو في الحملات الانتخابيه والا في التصاريح والا في الوعود والا في البرامج التي تقدم يتقال برشا كلام. الباجي قايد السبسي كان عنده مشروع انه يمرر المساواة في الأرض، عملها بالسيف على التوينسة، ما نجمش. كان عنده مشروع أو أنه يخفف وإلا ما عادش يتحكم على مستهلكي ما يسمى بالزطلة، تعدى ما تعداش. يعني برشا كلام يتقال. الفرق بين نقطة انتخابية قالها وبعد ما طبقهاش وبين نقطة انتخاب معناها متاع وعد انتخابي يلزم يتحل فيه دباء. المشكلة مع رئيس قيس سعيد والنقطة المهمة متاع تغيير قانون انتخابي ما تحلش الدباء، تعديت نقطة عادية مش كيما يجي يقول باش نحي زطلة ما عادش نعاقب عليها ولا نخليها، كيما باش نبدل مشروع بلاد ونظام انتخابي. فوالا، ولكن نحكي فيها من هول الحكاية وعالمية كبيرة الحكاية، حتى حد ما يتصور واحد. اللي فما شخص عنده مشروع كيف من هذا ويقرر انه يطبقه وحده، عجبكم ولا ما عجبكمش، هاو اللي معايا ومساندين المسار متاعي مرحبا بيهم، الاخرين كلهم خوانا. انا اللي قلقني انه طولت الحوار باستثناء رئيس الجمهورية وفكره تقريبا شعبيا ما توزن حتى شيء. هذه مشكلة شعبيا ما توزن حتى شيء، وقت اللي الرئيس يريد ان يعبر على ارادة الشعب وينقلها الى قوانين ومراسيم وحاجات تسير بها دواليب الدولة. معناها كي نلقى على طولت الحوار مثلا مع احترامنا ليه عبيد البريكي، ماذا يمثل عبيد البريكي هو حزبه اليوم؟ والمغزاوي وش يمثل؟ حركة الشعب موجودة في لي سونداج، فما 5%، فما 6%، فما كذا، اوكي. ولكن اليوم وقت اللي احزاب توزن ابتداء بعبير موسي ودستوري الحر اللي متصدرة الانتخابات التشريعية اللي عندها وزن اليوم وعندها ثقل غيره، ما تتوجدش في الحوار ال 30% اللي تمثلهم عبير موسي مثلا، شكون يوصل لهم رايهم؟ ال 10% اللي تمثلها النهضة، شكون يوصل لهم رايهم؟ بقية الاحزاب الاخرى، شكون يوصل لهم رايهم؟ انك تعمل طاوله شعبيه ما توزنش ونحكيوا على حوار، هذا المقلق. ونسكر المجتمع السياسي التونسي، راه ما فيش فلسفه كبيره، فيه ثلاثه تيارات، ثلاثه عائلات سياسيه اللي هما ساترة اسلاميين ونقابيين. هذه تونس في مدرس... ساعة السياسه بستين سنه كامله، هذوما ما تلقاهمش على طاوله الحوار والاتحاد. لا، ثم ولات المسائل يتعديوا تعديه فيها، اي شنو المشكله هي ودز عليها اللي ساهموا في العشر سنين. كلها ساهمت في العشر سنين هذه، كلها ساهمت في العشر سنين هذه بمسؤوليات مختلفه، لكن كلها ساهم في الحقيقه. هذاك نغلفوا به الخطاب، انا ادعو للحوار اللي معايا، اللي مش معايا انا لا ادعوه للحوار. انت قلت ثلاثه دستوريين الاسلاميين ولا النقابين، ثم المدرسه نتاع المكي الكورون جديد في السياسه، الرابع هذاك الفريريزم يا اخي، هو نقابه الفريريت يا هذيك هي الحيوانات، هذيك هي اللي عايشينها توا المده. لا بالحق، طياده الفريريزم يقودوا زياده في البلاد.
معناها احذروا هذا التيار، احذروا هذا هو رئيس لجامعه نقابه الفريرات لا نقابه العاديه. 10 ثواني سوني عندي درج من اللي ضيعت البيبي. 10 ثواني تسال في سؤال يضحك سامحني يا رفيق، على خاطر شعبيه هؤلاء لا تعني رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه معول على شعبيته الشخصيه مكتفي بها، عنده 2,700,000 صوت طولي قعدش منهم قداش من عرش قداش اللي ساهموا في الاستشاره الالكترونيه، هذوكم اللي يكفيوه. وانا زاد نقول انه الرئيس حتى لو يخاطبنا بطريقه نعرف انه براغماتي في العقل، دونك ينجم يقرا انه ثم خسر من 7 شهور 30 نقطه في الشهر الاخراني ولا في 20 شهر 20 نقطه في نسبه الثقه، وقت اللي يقول حب الشعب هو اللي يشارك. اذا كان باش تقولوا لي انه انصار عبير موسي مع الشعب وانصار النهضه مع الشعب وانصار من عاش الاحزاب الاخرى فضل عبد الكافي مع الشعب، دونك نحكي هو شعب الرئيس، هو يعتبر اللي يعرف مصلحه الرعيه اكثر من الرعيه نفسها.